السلام عليكم خوتي، معكم فاروق سبور. بون نديرو اليوم ان شاء الله نديرو الحلقه الثانيه من حلقات المكملات الغذائيه. نطرقوا فيها على مكمل مهم وهو المكمل الجينر اللي طرحوه بزاف لي فان تاعنا، فيه الاسئله بزاف. بون نشير لكم برك نقطه مهمه، وهي انه تدخلوا لاباج تاعنا على لاشين تاعنا على اليوتيوب، ديروا ابوني باش يلحقكم كامل جديد. لي فيديو نطلعوا بزاف، تقريبا كل يوم فيديو ولا زوج، وباذن الله راح يكونوا بزاف اسئله راح نجاوبوا عليها عن طريق الفيديوهات هذا. المهم خوتي، الجينر شنو هو الجينر؟ الجينر هو مكمل غذائي لاباس تاعو الكرب، يعني جل مكملات تاع الجينر لاباس تاعهم الكربوهيدرات. الكربوهيدرات نلقاوها في الطبيعه في الشوفان وفي الارز وفي البطاطا، وهذو هما نلقاوها ثاني في البقوليات، ونلقاوها في عده عناصر غذائيه، لكن لاباس تاعها كامل نلقاوها في يعني في العجائن وفي الارز وفي الشوفان، هذو هما اصغر انواع الكربوهيدرات. كاين دي جينر يعني ممتازة، يعني تلقى فيها كرياتين ولا واي بروتين وبي سي ا او الجلوتامين، تلقى فيها الكربوهيدرات ذات نوعية ممتازة كيما الكربوهيدرات من الشوفان تلقاها في هذاك الجينر. هادو هما اللي ننصحو بيهم حنايا، يعني اقرا الجينر تاعك، دور البطاقة، اقرا لي زانجريديون، تلقى فيه كرياتين جلوتامين بي سي ا لا واي بروتين، يعتبر جينر ممتاز يعاونك. حبيت نشير ثاني الى نقطه مهمه، هو الجينر كيفاش كاين الناس تستعملو تزيد به ميزان، كاين الناس تستعملو ما تزيدش به ميزان. كاين واحد النقطه نشير ليها، يعني كي بالخبره تعرف تولي واش تولي تعرف واش تفرق بين الجينر، وتولي تفرق اصلا بين في البروغرام تاعك علاه تزيد في البوا علاه ما تزيدش. اعطيكم مثال، كاين انسان مثلا انا نقدر نستعمل الجينر في فتره التنشيف ونشف عادي، ما تاخذوش ما غريبه ولا حتى نتوما تسيوها وتعرفوا. مثلا الجسد تاعي يحتاج 2000 مثلا 2600 سعره حراريه، نستعمل انا 2000 سعره حراريه من الاكل العادي، تبقى لي خاصني 600 سعره حراريه، ندير 400 سعره حراريه من الجينر، وداير كارديو، داير بروغرام تاع التنشف، محبس السكر ومحبس كلشي، راح ننشف عادي لان الكور تاعي محتاجه وناقص السعرات الحراريه، راح ننشف والميتابوليزم تاعي يكون اكتيف، راح ننشف لانه حتى في فتره التنشاف نستعمل الكارب، والجينر هو كارب او عادي، تما النتيجه راح تكون نورمال. اما اذا كان حبيت نزيد وداير بروغرام تاع زياده والاكل تاعي راه يحصل لي على 2000 سعره حراريه، وندير الجينر يطيح لي 2000، نزيد باغ اكزومبل 600 سعره حراريه من الجينر، تما نطيح سوا سوا ما راحش نزيد. لكن اذا درت الاكل تاعي 2800 سعره حراريه، يعني زايد 200 سعره حراريه، ونزيد باغ اكزومبل 600 سعره حراريه، او يخرج لي 3000 سعره حراريه ولا، دونك الميزان تاعي راح يزيد. دونك هذا هو الفارق، يعني ما تستعملش الكاينر هذا ماشي سحر ولا ديرو تنثم تزيدوا منه. الكاينر عادي مكمل من مكملات الغذاء، يعني لاباز ديما على نقول لكم الوجبات، لانه لاباز ديما في المكمل في لاباز ديما في السبور تاعنا في المشكيلاسيون هي الوجبات. تستعمل الوجبات تاعك وتزيد الكاينر. كاين الانسان يستعمل الوجبات تاعو، عنده باغ اكزومبل 6 وجبات في النهار وراه حاب يزيد ميزان، يزيد بين الوجبات يزيد دو سكوب تاع الكاينر، يعني تولي عنده باسك وجبه كامله. الكاينر فيه كلش، فيه كربوهيدرات، فيه واسمو فيه بروتينات، فيه تعد وجبه كامله. وشنو دير دوزاج مليح، ماشي دير باغ اكزومبل دير دوزاج اللي يكتب لك فيه، مثلا 250 غرام ولا 300 غرام، يعني دير دوزاج اللي راه مكتوب في البيدون، ماشي دير زوج مغارف تاع ماكله ولا 3 مغارف تاع ماكله، يعني استعملو بلي نورم تاعو يزيد لك باذن الله يزيد لك. بون كيفاش كيفية الاستعمال؟ انا نفضل يعني نستعملو بين الوجبات وقبل التدريب ووراء التدريب. بعد التدريب بيكونش مباشرة بعد التدريب، لانه بعد التدريب مباشرة يكون الهرمون النمو يكون طالع من اثر التدريب، واذا دخلنا الجينر فيه سكر ولا حاجة راح هرمون النمو تاعك راح يحبط، لان الانسولين تاعك يطلع، كي يطلع الانسولين هرمون النمو يحبط. دونك واش تستعمل مور لونطريمون ديالك؟ تستعمل بي سي ا غلوتامين، ركز عليها بزاف. من بعد نص ساعه ولا تقدر تستعمل الجينر تاعك، حتى 45 دقيقه تستعمل الجينر تاعك
وتستعملوا ثاني عند في الصباح، يعني تستعملوا في الصباح وتستعملوا بديل عن وجبات راحت الكروبا، ولا استعمل اندوس تاع جينر. وافضل انواع الجينر هي اللي يكون فيها عده عناصر، يعني تكون فيها كرياتين، تكون فيها الدهون، تكون فيها الدهون المشبعه، تكون فيها اسمه تكون فيها الكرياتين، جلوتامين، بي سي ا ا، الكازيين، هذو كامل عناصر غذائيه يزيدوا في القيمه تاع الجينر. سي بو سا دي فوا نلقاو الجينر رخيص ودي فوا نلقاو الجينر غالي بزاف، باسكو على حسب لي زانغريديون تاعهم. ان شاء الله الفيديو هذا يكون فاتكم ان شاء الله، والاسئله اللي طرحوها ان شاء الله في تحت الفيديو اللي نسيتها ولا اللي ما ذكرتهاش راح نجاوبو، نسيو نجاوبو عليها باش نعرفو ان شاء الله. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.